بينضم لنا دلوقتي على التليفون سعادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء. مساء الخير على حضرتك، ولو تطلعنا عن ملامح هذا التغيير في خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وهل هناك خطة زمنية ما بتتغير على أساسها هذه الخطة؟ مساء الخير يا فندم. في الحقيقة وردت طلبات زي ما حضرتك ذكرتي من عدد من نواب البرلمان والمواطنين لتغيير ساعات تخفيف الأحمال بدلا من ساعات الليل وعلى مدار اليوم، بحيث أنها تقتصر فقط على ساعات النهار، أخذا في الاعتبار بطبيعة الحال دخول موسم امتحانات نصف العام. وبالتالي بناء على تلك الطلبات وجه معالي دولة رئيس الوزراء بإعادة النظر في خطة تخفيف الأحمال المعمول بها من أجل تخفيف الأحمال فقط خلال ساعات النهار. وبناء عليه تقرر بعد الدراسة تعديل ساعات تخفيف الأحمال بحيث أنها تكون خلال ساعات النهار من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساء، والتنفيذ إن شاء الله سيبدأ من غد الأربعاء على مستوى الجمهورية. استمرار خطة تخفيف الأحمال، هل هناك مثلا اجتماعات دورية بالنظر لهذه السياسة وتغيير ملامحها؟ بالفعل في يعني موضوع الكهرباء، قطاع الكهرباء والطاقة أحد القطاعات اللي بتحظى بأولوية لدى دولة رئيس الوزراء، وبيتم متابعة القطاع وكافة التفاصيل المتعلقة والخطط المرتبطة به بصورة مستمرة. الخطة تخفيف الأحمال بيتم مراجعتها باستمرار، وأي تغييرات في هذا الصدد بطبيعة الحال بيتم إعلانها للسادة المواطنين. طيب عايزة حضرتك، هل في تغيير في تعريفة الشرائح الكهربائية في 2024؟ بالنسبة لتعريف الكهرباء، يعني كما تعلمين حضرتك أنه الحكومة أجلت أكثر من مرة، ثلاث مرات في حقيقة الأمر، رفع زيادة الكهرباء خلال 2024. لو في إن شاء الله أي تعديلات في تعريفة الكهرباء سيصدر بها بيان رسمي إن شاء الله من وزارة الكهرباء. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.